النصيحة اللي بنوجهها لأي حد من مربين الطيور حاجتين، إنه تربية الطيور ما تكونش داخل المنزل مع الأطفال ومع الكبار، دايما تربية الطيور تكون في أماكن منفصلة عن أماكن المعيشة، وفي حال ظهور أعراض تنفسية توجه إلى طبيب. الحمد لله إنه علاج إنفلونزا الطيور موجود في مستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر. العلاج في أول 48 ساعة بيؤدي إلى زوال الأعراض بشكل كبير جدا وبدون الاحتياج إلى الدخول للمستشفيات. شكرا دكتور حسام عبد الغفار، متحدث باسم وزارة الصحة. زي ما قلت لكم المرض ده تفشى في حيوان المينك، مينك بتاع الفرو، مفيش فرو، عموما مفيش فلوس نجيب فرو، لكن حيوان المينك في مزرعه في شمال في استراليا وفي شمال غرب اسبانيا ايضا، ده كان في اكتوبر الماضي وادى الى نفوق كثير من حيوانات المينك.